بلغ جريج منزلة تعرف قوة اليقين وحسن الرجاء بالله، لأن هذا جريج ليس نبيا ولا يجري في الأمور المعتادة أن عاقلا يستنطق رضيعا في مهده، لا يمكن أن عاقل يستنطق رضيعا في مهده، ولو رآك أحد تخاطب رضيعا في مهده تستنطقه تريد منه أن يتحدث أن يتكلم لظن بك الجنون، لكن جريجا كان يتكئ على أنه هو أعلم الناس بسريرته ويعلم حاله مع ربه، وآتاه الله من قوة اليقين وحسن الرجاء به واستصحاب ذلك كله أنه قال والناس يسمعون يا غلام من أبوك، فأنطق الله الغلام في مهده بعد أن وكزه جريج في خاصرته، من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي، سماه باسمه وبوصفه. فلما قال الغلام في المهد أبي فلان الراعي انقطع كل حجة أحد عليه، فأقبلوا بعد أن كانوا يضربونه يتمسحون به ويقبلونه ويعتذرون إليه ويقولون له نعيد بناء صومعتك من ذهب، قال ردوها كما كانت. الآن تلحظ ما يلي: جريج اجتمع عليه أمران، دعاء والدته عليه، لم تدعو له دعت عليه، والأمر الثاني تعرض امرأة معروفة بجمالها له، وكلاهما أمر عظيم، لكن لا دعوة والدته ولا جمال المرأة غلبه. بماذا غلبهما جريج؟ بصدقه مع الله، لما كان صادقا مع الله لم تضره دعوة والدته عليه ولم تضره تلك المرأة المفتونة بجمالها أن تغويها. فأعظم ما يرزق به العبد الثبات الصدق مع الله، وإن علم الله في قلبك خيرا لن يخذلك، والله يقول ومن أوفى بعهده من الله. والله لو أنك عملت أجيرا عند أحد من أهل المروءات فغلب على ظنه ومتابعته لك أنك صادق في محبتك له لاستحيا أن يخذلك أو أن يهينك، فكيف يظن السوء برب العالمين جل جلاله؟ الله أعظم وأجل وأكرم من أن يظن به شيء من هذا، فالصدق مع الله أعظم المنجيات، وهذا الذي به نجى الله جريجا ونصره، فلم تضره دعوة والده ولم يضره تعرض امرأة فاتنة، ومن أراد الله أن يحفظه حفظه، مع أنه رأى وجوه المومسات لكنها لم تبلغ به الأمد الذي يظن ذا في مثله عادة.